حلقتنا اليوم حتكون عن جهاز المناعة، كيف نقدر نقوي جهاز المناعة عنا، إيش أنواع الأكل اللي بنقدر ناكلها عشان تقوي المناعة بجسمنا، كيف نقدر نحارب الأمراض اللي هي هلأ عم تكون أكتر إشي منتشر بسبب ضعف جهاز المناعة اللي إحنا عنا. أول نوع من أنواع الأكل اللي بقدر أقولكم عنه هو فعلياً التومة. التومة معروف إنه غني بمركبات الكبريت، مركبات الكبريت من أكتر الشغلات اللي بتقدر تقوي جهاز المناعة وتحارب الأمراض اللي عم تصير في عنا بالجسم. التومة والبصل من أكتر الشغلات المنتشرة ببيوتنا، ما في أكل ما منحط فيها لا تومة ولا بصل، حاولوا كتروا منها بالأكلات كمان وكمان عشان نقدر نقوي جهاز المناعة عنا. الأكلات الثانية اللي إحنا منفضل إنه إحنا ناخدها الأكلات الغنية بالفيتامين سي مثل الحمضيات، برتقان وليمون، مثل الكيوي اللي هي من أكثر الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البندورة اللي برضو غنية بالفيتامين سي. فيتامين سي معروفة إنه هي فيها مواد مضادة للتأكسد عالية جداً، بتساعدنا على محاربة الأمراض، تقوية جهاز المناعة، وندير بالنا إنه مش بس ما نمرض، قبل المرض كيف نقدر نحاربها. الأشياء الثانية اللي إحنا منفضلها ومنحب إنكم تاكلوها هي فعلياً البروكلي، الزهرة، الملفوف، هي من الأنواع الأغذية أو الخضروات الغنية جداً بالمواد المضادة للتأكسد اللي برضو بتساعدنا على تقوية جهاز المناعة وتخفيف إصابتنا بالأمراض لقدام. طيب بس هدول الأكلات ما في أشياء معينة إحنا بنقدر ناكلها نقوي جهاز المناعة تاعنا غير هيك. اللبن بقدر أقولكم عنه هو من أكثر الشغلات اللي إحنا منفضل إنكم تاكلوها لأنه غني بالبروبيوتكس واللي هي بتنشط عنا البكتيريا النافعة اللي موجودة بالأمعاء، منها منقدر نساعد الجهاز الهضمي إنه فعلياً يشتغل بطريقة طبيعية جداً، نقلل من إصابتنا بالأمراض. اشربوا مي، ناموا كتير منيح، قللوا من السترس اللي موجود بحياتكم، هيك منضمن إنه إحنا عم نقوي جهاز المناعة اللي عنا. ديروا بالكم على صحتكم ورمضان كريم.